اللغة العربية، المرحلة التمهيدية لرياض الأطفال، حرف الكاف. النهاردة عندنا حرف جميل من حروف اللغة العربية، وهو حرف الكاف. صوت حرف الكاف ك ك. حرف الكاف جاي يحكي لنا حكاية ولد جميل اسمه كريم. ك ك. كريم ولد نشيط يحب الحيوانات. كريم ولد مهذب يحب الحيوانات وعمره أبدا ما بيأذيها. يستيقظ كل يوم مبكرا. بيكلمنا عن عادات جميلة جدا بيعملها كريم، إنه كل يوم بينام بدري علشان يصحى بدري. يشرب كوبا من اللبن. كل يوم يشرب كوب من اللبن لأنه مالي وغني بالفيتامينات. ويلعب مع كلبه. كريم يحب أن يقرأ كتابا. كتابا مسليا كل يوم قبل النوم. عادات كتير جميلة بيعملها كريم، ومنها القراءة. كل يوم مع مامي بالليل قبل ما ينام يقرأ كتاب يتعلم منه معلومة جديدة. ياريت كلنا نبقى زي كريم. اتفقنا ان كريم بيحب الحيوانات وعمره أبدا ما بيأذيها، علشان كده كان بيغني دايما أغنية جميلة للكلب بتاعه. كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري. كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري. ودلوقتي تعالوا بينا نتعرف على شكل حرف الكاف. حرف الكاف بنكتبه ازاي؟ عصاية طويلة بتنزل لحد السطر، تمشي شوية صغيرين ويطلع لها سنة صغيرة، وفي داخلها شكل يشبه الهمزة. ليس همزة لكن شبه الهمزة، وده شكل حرف الكاف. شكرا حرف الكاف. شكرا كريم، اتعلمنا منك عادات كتير جميلة، ياريت كلنا نعملها يا أصحابي.